Assalamu alaikum. Hello, my dear students, my dear viewers, and my dear subscribers. Welcome back again with English in another shape with teacher Wahid. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مع كتاب ميجا جول 1.2 الترم الثاني. وهنبدأ مع بعض Unit 3 Revision. Okay. الورق الرائع. جزا الله خير من قام بعمل هذه الورقة المعلمة المبدعة. نسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها يا رب. طيب نقول بسم الله. طبعا you've got mail ده عنوان الوحدة. هنمسك مع بعض الجرامر. Number one, I apologize for. يا ترى يقول arrive ولا arriving ولا arrives ولا arrived late. فاكرين apologize for ده حرف الجر for ده أول ما تشوفه بعينك على طول تحط الفيرب بعده ing وانت مغمض. Thank you for coming. Apologize for visiting. طيب number two, our teacher insists. Insist يعني يصر على. هنقول insist. ها insist on. Insist on يصر على ده حرف الجر حقها يا شباب. Number three, there were so ايش عندك هنا cars. Cars ده يعني جمع يعني معدود. ايوه ايش اللي ينفع للمعدود؟ such لا والله ما تيجي. Many little that we couldn't find. ما قدرنا نحصل مكان نوقف فيه. يبقى هو عايز يقول لك ان كان في سيارات كثيره مره. يبقى على طول الاجابه many cars. many بعدها اسم جمع معدود ما ينفع اسم غير معدود. Number four, there. وراح قال لك 6 بوكس هذا جمع. ايوه يبقى على طول يا استاذ ار ذير ار سهله واضحه. نمبر 5 علي وينت تو سكول توداي. علي راح المدرسه اليوم. طيب نقول اوكي هنرجع تاني معلش. يبقى هنا ابولوجايز فور قلنا الاجابه arriving عشان 4 وانسيست اون. وهنا كارز هنقول كارز ميني. واللي بعدها قلنا there are okay. number 5 علي went to school today. وراح جاي لك هنا كلمة being. أول ما تشوف كلمة being على طول يبقى هو عايز in spite of على الرغم من. in spite of بيجي بعدها being أو الناون الاسم على الرغم من إنه كان مريض. being sick. I'll call you when. دي قاعدة يا شباب لما تلاقي الرابط when قبلها future يبقى بعدها مضارع بسيط على طول. طب مضارع بسيط يعني present simple. الفعل آخر اسم أو بدون إضافات. ايوه I يبقى الفعل بدون إضافات. I arrive. number 7 I used to Disney cartoon. طبعا هو كان متعود على used to قاعدتها بكل بساطة بيجي بعدها الverb infinitive يبقى watch. تمام. we have a big car. كان عندنا سيارة. we هنقول ايش هنقولها ازاي يا شباب؟ we used to ولا didn't used to. طبعا ما تنفعش didn't used to خالص. ولا we would ولا used to. طبعا دي لانها حاله فما ينفعش نقول would لان would خاصه بالعادات فقط. انما دي حاله situation or state. كان عندنا سياره كبيره اجل هنقول we used to have. الاجابه used to have. Number 9 I read Holy Quran. Holy Quran طبعا القرآن الكريم لازم ياخد ذا لأنه معرف. The Holy Quran ما في إلا هو قرآن واحد عشان كده ناخد ذا. Number 10 There are a lot of. A lot of يبقى بعدها على طول جمع companies. طب أي واحدة صح؟ هذه خطأ ما تصير. هذه والله ما تصير. هذه صح. ليش؟ الواي تتحول إلى I وتحط ES لأن الواي قبلها حرف ساكن consonant. Companies هو ده الشكل الصح ليها. كده تفهم؟ شغل الجرامر اللي هو الاختياري. واضح يا شباب؟ طيب نكمل مع بعض الجزء بقى اللي هو الكتابي اللي هو الرايتنج. كوريكت الاربع او الخمس جمل دول يقول لك كوريكت صحح الاخطاء. هي ستايرد اباوت ينفع تايرد اباوت؟ لا طبعا ما تيجي. يبقى هي ستايرد اوف حرف الجر اوف. وي هاد جريت تايم although the rain ينفع although the rain؟ لا يبقى ان سبايت اوف. although يجي بعدها جمله كامله. اوكي يبقى هنا in هنا يا جماعة هنا هنقول of tired of هذه. وهنا we had a great time بدل من although هنقول in spite of. نكبر الشاشة شوية عشان نكتب in. معلش الخط خايس والله بكتب بصابعي. in spite of. in spite of على الرغم من. طبعا انت ممكن يديك الورقة تطبعها لو طلبتها مني بطبعها لك عادي بس بدون اجابات. تفتح الفيديو تبقى تحل بيدك. هذا افضل انك تحل بيدك وتصورها اكتر من صورة اكتر من نسخة. اعملها كذا كوبي عشان تشوف نفسك تقدر تحل ولا لا.
انما لا تاخدها جاهزه على الجاهز. بعض الناس تطلبها مني بي دي اف محلوله، ما هتستفيد منها محلوله، خدها بدون حل وافتح الفيديو وراجع واحفظ وبعد كده حل بنفسك. طيب نمبر 3 اي ديدنت يوز، ينفع اي ديدنت يوز؟ طبعا لا، ديدنت الفعل بعدها مصدر يبقى تحول يوزد الى يوز، تسحب منها الايش؟ الدي، لان احنا قلنا ان ديدنت هذه بيسموها شفاطه او منظف كلينر، فاكيوم كلينر، مكنسه تشيل اي اضافه في الفعل. There are a phone، طبعا خطأ، ينفع أقول there are وبقول أقول لك a phone؟ لا، يبقى there is a phone. I would have a long hair. Long hair يعني كان عندي شعري طويل، هذه حالة وليست عادة، ما يصير أن أنا أقول would، أجل أقول used to. I used to have، كان شعري طويل، I used to. أوكي، لأن used to معناها عادة كانت عندي في الماضي أو حالة والآن بطلت خلاص ما عادت موجودة. The child run to the bank، ما ينفعش اقول child مفرد وارجع اقول run، لا، يبقى احول child الى الجمع. childs اوعى تقول لي childs، والله تصير هطف لو قلتها child. children، children، okay، children يعني الاطفال، that children. ركز، ركزي معايا وركز معايا. طب تعال نشوف الدواس شون. هنا يقول لك اربط باستخدام although. although معناها على الرغم من، بيجي بعدها جملة كاملة يعني فاعل وفعل. he studied hard he failed، هتحط although في الاول تقول على الرغم من، معلش، although he، وتقول studied hard comma he failed، لا سمح الله، بعيد عنكم وعن السامعين، he failed يعني رسب، اكيد ما كان بيذاكر المادة، ذاكر مادة تانية وراح اختبرها، يذاكر كيمياء وعنده احياء حصلت والله عندنا. طيب he failed، خلاص يبقى although، تحط although في الاول وبعدها الفاعل والفعل. طب هنا يقول لك ask a question، اسال سؤال. they used to play لما تيجي تقول عايز تسال سؤال بمعنى هل، تقول did they، وما تقول use من غير الدي، تكفى، did they use to، وتكمل الجمله يا قمر، to play، وتكمل الأخير ولا أي تغيير، to play football every weekend، did they used to. هنا يقول لك قاعد باستخدام would if possible، لو أمكن، يعني ممكن ما يمديك، أيوه شوف الجملة، شوف الجملة ينفع يحط عليها would. he used to have a mustache، كان عنده شارب، mustache يعني شنب، أبو شنبات، طب ينفع أحط would مكانها؟ استحالة، يبقى تكتب الجملة كما هي، لأن ما يمدينا نحط would للعادات فقط وليس الحالات، وهذه ما هي عادة، هذه حالة. أجل if possible يبقى it's not possible، اكتب له الجملة زي ما هي، يقول له not possible يا teacher، ما يمديني. نروح على الفوكابولري ونقول الله يجزاه الخير، والله المعلم الفاضل، الله يجزاه الخير يا رب، ورقة رائعة جدا، هتفيدكم جدا الأوراق هذا يا شباب. تدخل على مراجعات ميجا جول، هتلاقي قائمة تشغيل بعنوان منهج ميجا جول 1.2، في كتاب الطالب والنشاط والمراجعات كل شيء. حط الكلمة الشاذة، odd يعني كلمة شاذة أو مختلفة، stories، families، series، men، كلها جموع عادية regular ما عدا من، جمع شاذ يعني ما ياخد اس. طب تعال نشوف هنا، tooth، card، mouse، child، كلها مفرد ما عدا tooth، هذا الجمع، وضحت؟ طيب يا إخوة، عندك drum، طبلة، smoke، دخان، stone age، العصر الحجري، email، الإيميل. يقول لك هنا I will send you an as soon as I hear from him، هرسل لك ايش؟ ايش اللي بترسل؟ ايميل، يبقى على طول هنا الاجابه ايميل. تمام. People have shown a need to communicate with one another since، الناس كانت دايما في حاجه للتواصل منذ العصر الحجري، يبقى stone age. تمام. طيب يقول لك number 3 in the past native people in America، الناس الاصليين، نيتيف يعني الاصلي ابن البلد، اللي هم الهنود الحمر الاباتشي حقهم، هذول اللي كانوا يركبوا الخيول ويضربوا بالسهام. used ash from fires، اللي كانوا بيطلع من من النار، الدخان، ما في دخان من غير نار، سموك دخان، ومعنى يدخن، تيجي كفعل وكاسم. كده خلصنا سؤال الفوكابولري اللي هو الفراغات، واضح كده يا شباب؟ هنا يقول لك الجدول الجميل ده، حط الحاجات اللي خاصه بالاسم الريجولر والايرريجولر. مان هذا ايرريجولر يعني غير منتظم، لما تيجي تجمع وما ياخد اس تقول من. كارد هذا ريجولر، وايف ريجولر، فيش ما ياخد اس، سيتي ريجولر، فود اير ريجولر، فود جمعها فيت، وفيش جمعها فيش زي ما هي، لا ومان جمعها من،
خلاص وضحت كده. تعال نشوف المعاني اللي هي المرادفات meanings. look forward to يعني يتطلع إلى، يعني متحمس لشيء أجل be excited about. طيب urgent، urgent يعني شيء عاجل يعني مهم أجل very important. be on the road أنا جاي لك في الطريق يا أخوي لا تقلق أجل be on a trip. be on a trip. be straight خليك سيدة خليك صريح. be honest and frank خليك صريح. كده اتحلت. okay. الجدول اللي جاي اللي جنبها ده يقول لك حط الـ opposites يعني الضد العكس. import يعني يستورد عكسها export يعني يصدر. advantage يعني ميزة عكسها disadvantage. ancient يعني مرة قديم عكسها modern. تكفون قالوها modern كل الطلاب إلا من رحم الله يقولها مودرن. مودرن مين يا أخوي؟ يقول لك أستاذ عشان عندنا لعبة في البلاي ستيشن في البي اس مودرن. لا مودرن مودرن تكفى لا تقولها مودرن هذه مودرن. طيب نيتف يعني الأصلي عكسها نون نيتف يعني ما هو ابن البلد ما هو أصلي يعني. أوكي طيب يا قمر نقول هنا طلع لي الكلمات هنا تيليجرام تيليجراف طبعا ده إيش هذا طبعا ما هو فون هذا تيليجراف نوع تيليجراف. هذا إيميل ولا ليتر؟ هذا ليتر ما هو إيميل. هذا إيش؟ هذا برج ما هو دخان هذا السيجنال تاور برج الإشارة. وهذا إيش؟ هذا أبولوجايز بيعتذر هذا أبولوجايز. وهذا إيش؟ تون نغمة ولا طبلة؟ لا إلا طبلة أستاذ درم درم. وبكده إحنا نكون ربنا أنعم علينا وأكرمنا كده وحلينا الورقة كاملة حقت يونت 3 اللي هي بعنوان أهو You've got mail جالك رسالة جالك بريد. خلاص يا شباب هذا كان الجزء الأول الجرامر اختياري وبعد كده حلينا كل شيء. نشوفكم على خير وفي رعاية الله إن شاء الله انتظرونا مع الفيديو القادم مراجعة يونت 4 والفيديو اللي بعده هيكون مراجعة ليلة الاختبار قبلها بأسبوع قبل الاختبار بأسبوع هنراجع الوحدات كاملة في سؤال وجواب. نشوفكم على خير في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.